اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل الخدام لا يعمل على تطبيقكم تينتين. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيق تينتين. سوف نقوم بالبحث هنا تطبيق تينتين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق تينتين. سوف يظهر على هذا.